الأنثى تلك التي سنتكلم عنها اليوم، أكثر ما يسعدها بهذه الحياة أن ترتمي بحضن أبيها، تبقى أنثى. كلنا معشر الرجال لما نتزوج نحوم حول بيوتنا ونبتعد عن أبينا وأمهاتنا، إلا الأنثى، إلا الأنثى، تلك المرأة الجبارة عينها على بيتها والعين الأخرى على بيت أبيها، فلله درها. هنيئا لمن في ذريته بنات لن يشعر بالوحدة إن كبر سنه ورق عظمه ومسك عكازه. ستبقى تلك الفتاة التي أنجبها تحوم حول بيته وتواسيه وترعاه من طبيب لطبيب ومن مستشفى لمستشفى، وتلبي الحاجات ونحن ننشغل.